السؤال الأولاني، كله بقى يركز معايا، ما هو أصغر حيوان وأكبر حيوان في القرآن الكريم؟ لا مش عاوز، اللي عاوز يجاوب يرفع إيديه، ارفع إيدك بس ما تتكلميش أنا أخطأ. ما هو، نسأل السؤال تاني وركز فيه، ما هو أصغر حيوان وأكبر حيوان في القرآن مع الدليل؟ تقول لي ليه؟ ما فيش حد اللي هيجاوب من غير ما اقول له قول مش هياخد جايزه. حتى عارف؟ اه اقف قول، ما هو اصغر حيوان؟ اصغر حيوان النمل. النمله. واكبر حيوان؟ الحوت. الحوت، انت قلت جزء صح، الحوت اكبر حيوان. ربنا قال اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم. الحوت على فكره اكبر من الفيل، في حاجه اسمها الحوت الازرق، الحوت الازرق اكبر بكتير من الفيل واكبر من البقره. طيب اصغر حيوان بقى؟ النمله. البعوض. مين اللي قال لك؟ يبقى اصغر حيوان، اصغر حيوان البعوض. تعال يبقى ما هو اصغر، قول كده كده، اصغر حيوان البعوض، البعوض، واكبر حيوان الحوت، الحوت. خد عصير تقفوني. السؤال الثاني، سوره من القران الكريم سميت على اسم غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ايه هي السورة وماذا تعرف عنها؟ عارف الأحزاب؟ تعال، مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ تعال تعال تعال، ماذا تعرف عن غزوة الأحزاب؟ اللي المشركين اتحدوا على الرسول عشان يغزوا المدينة ويقتلوا المسلمين. تمام، وتعرف ايه كمان؟ عشان يردوهم للكفر. ماشي، ايه كمان؟ جاي يعبدوا الاصنام. يبقى السوره التي سميت على اسم غزوه من غزوات النبي اسمها سوره الايه؟ الاحزاب. الاحزاب، جدع. امسك. طيب نسمع بقى، نسمع نسمع نسمع. السوره التي سميت على اسم معركه من معارك النبي اسمها الاحزاب او الخندق او الايه؟ الخندق. احكي لكم شويه عنها عشان نبقى شاطرين. كل المشركين في المعركه ديت اتجمعوا ضد المسلمين. المسلمين كانوا قاعدين في البلد بتاعتهم والمشركين كلهم عملوا ايه؟ اتحدوا عشان يقتلوهم. ففي واحد اسمه سلمان الفارسي، اسمه ايه؟ سلمان الفارسي. فكر في فكره، الفكره ديت ما كانش حد يعرفها. قال يا رسول الله احنا نعمل خندق. نعمل ايه؟ خندق، نعمق 3 متر كده ونوسعه بحيث ان هم ييجوا ما يعرفوش يدخلوا المدينه. عشان كده اسمها غزوة الأحزاب أو غزوة الإيه؟ الخندق. آخر سؤال، يقول الله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ما معنى كلمة ننشزها وفيمن نزلت هذه الآية؟ تاني، يقول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فما معنى كلمة ننشزها وفيما نزلت هذه الآية؟ عارف؟ قول. نخلقها وبعدين بس كده؟ انت مش لسه قايل؟ لا خلاص، ده قلت خلاص. عارف؟ قول. تعال تعال اجري. لف كده. ها قول. لما سيدنا العزير ربنا أماته 100 سنة وأحياه. تمام. وحماره ربنا أماته. تمام. وجمع عظام ربنا، جمع عظام وأحياها وكسالح. جميل، يبقى ننشزها يعني؟ ننشزها يعني نحيي العظام ونلحمها. ننشزها يعني نركب العظام بعضها على بعض، وفي قراءة ننشرها يعني نحييها من جديد. وفعلا زي ما هو قال، الآية دي نزلت في واحد اسمه النبي عزير أو أرمية ابن حلقية. تمام؟ إن شاء الله الأسئلة تلاقوها على الصفحة الرسمية لمسجد أبو لبن، ونتلاقي بكرة. تمام؟ خد يا محمد، خد يا أحمد، كل سنة وأنتم طيبين.